يو، السلام عليكم اخوان. قبل ما ابلش في التفاصيل، والله لو تعرف قديش تعبت في هذا الفيديو، والله يعني ما بعرف شو ممكن تعملوا لي. خلونا نحكي، يعني راح نجلد حرفيا. المهم مقطع اليوم شو راح نعمل؟ الاول العالم كارنج كود ام واي تي عنده قناه نقاط 40,000، رحت على البث تبعه على اليوتيوب لقيته ايش بيلعب في سلاح الشوبر، رحت ماخذ تركيباته وعملتها وقلت ليش ما نجربه في جيم رانك ونسميه ليش ما او لعبة سلاح الأول على العالم مثلا. المهم شو مركب على السلاح؟ كاتم واحد موحد، مشالة مروحية، طلقات مخترقة، ليزر OWC، ومقبض ثقيلة، هاي تركيبات سلاح الشوبر. البركات قوة بدنية، خفة حركة، وصوت مطبق، تمام. هاي التركيبات اللي نخليها راح أحكي لكم هيك شوي من الأشياء اللي صارت معي بهذا الفيديو، يعني خلتني أنجله طبعاً ما أطلع لكم إياه. المهم إخوان عملت التركيبات، رحت داخل أول جيم، دخلت هوب 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 40 كل، سجل وين تسجيل؟ فيش تسجيل، بح مش عارف وين، ما انحفظ. المهم قلت الله بعوض، ندخل جيم ثاني، حرفيا دخلت الجيم اللي بعده 45 كل بالرانك طبعا. ايه خلصت الجيم هوب ما انحفظ، ايش في؟ ايش بدكم مني؟ المهم قلت لا حول ولا قوه الا بالله، بعدين هالشغله. المهم رحت داخل كمان جيم وقلت ما بدي اصور هذا الجيم، هيك بدي اشوف شو بده يصير. ما بدي اصور. كم كل جبت؟ 48. يا ربي بعدين ما احنا مصيبه. المهم عملت اعاده تشغيل للايباد ماشي، ورجعت دخلت كمان جيم وجبت لكم 44 كل بسلاح الشوبر ومن غير مهاره عميل. طبعا هذا جزء بسيط من المعاناه اللي صارت في هذا الفيديو، انتم متخيلين؟ يعني هذا جزء بسيط تخيلوا. المهم علينا، شو المطلوب منكم هسه؟ لايك واشتراك وتعليق حلو، ورابط انستغرام تبعي بالوصف، تابعوني بنزل اشياء ورا الكواليس، الاشياء المهمه الخطيره جدا اللي بتهدد الأمن القومي. روح تابعوني. سلام، يلا خليكم بالمقطع. اليوم راح نجرب سلاح الأول على العالم بعد ما زقنا حالنا يا إخوان. أنتوا غالبا شفتوا المقدمة وعرفتوا القصة صح؟ فالموضوع جدا 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 حزين، لا يستحق، يعني لا يتحمل النقاش. تعرف يعني لا يتحمل النقاش، يعني قلب انهرى. ايه ده انا بتدمج ليه؟ انا عملت ايه؟ امزح. UAV let's go. I'm really sorry. بوم 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 بوم. اشرد تاني، اشرد. هي وراي، هي وراك يا غبي. ايه ده؟ 5 طلقات، كيف قتلتوا فيها؟ يلا يا عم خلص، اتكل على الله يا عم. يلا يا ورع يا ورع، اسمع الكلام وموت بسرعة، تغلبنيش معك. يلا لك نبي 40 كل. ما الذي يمنعنا من 40 كل هذا الجيم؟ برضو جبناها من قبل. I'm sorry. شكرا على الفزعة اساطير وسنايبر. انا يا عمي موت 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 موت. ايه لول، الله يستر. بسم الله. يلا يلا هاي. تطلع فوق. شردوني، طلعوني. ايوه
مشروط جمبر متت يب حارقة حرقت ثالث 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 يلا معك الرابع اديله ادي جامد ودي بقى يا عدلي الام 60 انا مش عارف كيف بيلعبوا فيه يا اخي سلاح تراش اللي بعده هل احد هناك بوم 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 سارة هو ها اوكي في اثنين شو واحد يا رب ادعو معي يا رب المقرع يحفظ الاول بإذن الله نحن لها نحن لها بنكبر بنكبر بنجيب 40 نجيب إن شاء الله عشرين أسست ول 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 أوه يلا 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 وين الحلوين بوم اللي بعده يلا يو في اسف اسف والله والله اسف والله العظيم اسف بدي ارجع حقي لول انا بستنى يكتبوا لي كامبر يكتبوا لي شيء وين الكلام المشجع يلا نبي تشجيع يا لايك ما تروح نايس نايس يا رب تطلع حول شوبر 40 كل اوه يلا بنحط من الرقم القياسي السابق يلا الأول الثاني آسف الثالث الرابع الخامس لا 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 43 حرام صف ثاني واو 44 كيلو يا رب المقطع اتسجل يا رب